يا هلا يا امي، هلا طلابي طلاب الصف الخامس اعدادي، اهلا وسهلا بكم بهاي المحاضره المهمه جدا. ان شاء الله اليوم راح ناخذ بها موضوع كلش مهم وديك بالك من عنده بالامتحان. اليوم موضوعنا زمن المضارع التام المستمر. سابقا اخذنا زمن المضارع التام البسيط وعرفنا، واليوم راح ناخذ زمن المضارع التام المستمر. فركز وياي بهاي المحاضره. عندك زمن المضارع التام المستمر present perfect continuous، يعني من اكو continuous شكو اكو ing بالموضوع، خليه ببالك. يقول لك نستخدم زمن المضارع التام المستمر للحديث عن اجراء انتهى مؤخرا اذ كان لا يزال بامكانك رؤيه النتائج الان. هاي طريقه استخدامه بصوره عامه. زين، ركز لي اول شيء عندك حاله الاثبات. مثل ما تعرفون كل زمن باللغه الانجليزيه بشنو؟ بحاله اثبات وحاله نفي وحاله سؤال. ركز لي هنا. باوع حاله الاثبات فاعل، بعد الفاعل تستخدم الهاز او الهاف. يعني من اقول لك تستخدم الهاز والهاف عرفتها سابقا. إذا ألقي ضمير مفرد أو اسم مفرد استخدم الهاز. ألقي ضمير جمع أو اسم جمع استخدم الهاف. بعدهن أستخدم البين، لاحظ أجيب البين من عندي. زين، بعدهن أكتب فعل ING. بعدهن أكتب فعل ING. من أقول لك ING تطبق هنا شروط الـ ING. بعدها تكتب التكملة. هاي حالة الإثبات، بحيث أي جملة يعطيك إياها الأستاذ يقول لك سوي ليها زمن مضارع تام مستمر أستند على القاعدة. أعطاني جملة قال لي هاي الجملة سوي ليها مضارع تام مستمر. ركز، أجيب الفاعل، لقيت الآي، جبت الآي، تاخذ الهاف أكتب الهاف، بعدها أكتب البين، بعد هذا الفعل أضيف له ING، أكتب بقية الجملة. زين، أعطاني جملة قال لي سوي ليها زمن مضارع تام مستمر. أجي إيش لقيت أنا؟ الشي، أجيب الشي أنزلها. الشي إيش تاخذ؟ تاخذ الهاز، أقدر أقول هاز وأقدر أقول مختصر عادي. بعدها اكتب البين من القاعدة، بعد هذا الفعل أضيف له ING. أعطاني جملة قال لي سوي ليها مضارع تام مستمر. الآي تاخذ الهاف واكتب البين والفعل هذا أضيف له ING واكتب بقية الجملة. طلابنا الأعزاء، هاي بالنسبة عندك حالة الإثبات. زين، حالة النفي شنو؟ كل سهلة، الهاز والهاف أضيف قدامها النوت النفي الجملة كلها عندي. لاحظ فاعل، بعد الفاعل من تكتب الهاز أو الهاف خلي قدامها النوت على مود تصير عندك حالة نفي. بعدها تكتب البين، بعدها الفعل تضيف له ING وتكمله. اعطاني جمله قال لي هاي الجمله سوي ليها نفي. زين، اجي لهاي الجمله they الهاف اضيف قدامها النوت نفيت الجمله كلها عندي، نفس الجمله ارجعها. زين، اعطاني جمله هم قال لي سوي ليها نفي، مثل ما قلت لك وين ما تلقي الهاز والهاف ضيف قدامها النوت نفيت الجمله كلها عندك. هاي بالنسبه لحاله النفي، يعني سهله افهمها. فهم الهاز والهاف ضيف قدامها النوت نفيت الجمله كلها عندك. بالنسبة عندك حالة السؤال، حالة السؤال كلها سهلة، تجيب الهاز والهاف تخليهم بالبداية مع أول حرف من عدن كبير وتخلي نهاية الجملة مالتك علامة استفهام، كلها سهلة. باو، أعطاني جملة، هاي القاعدة تطبق عليها، الهاز تجي بالبداية أو الهاف تجي بالبداية على نفس القاعدة الفوق، بعدها نفاعل، بعدها نكتب البين، بعدها نهاية الجملة مالتك علامة استفهام. أعطاني جملة قال لي سوي ليها حالة سؤال. زين، أجيب الهاف أحولها بالبداية مع أول حرف من عدها كبير، أنزل فاعل، ننزل بقية الجملة واخلي نهاية الجملة مالتي علامة استفهام. ذن القواعد مشتركات ويا المضارع التام البسيط، يعني نفس القاعدة بس البين والاي ان جي تختلف عندك. افهمها فهم. أهم شيء تركز لي شلون راح يجي بالامتحان. زين. باو، عندك حالة السؤال مع الهاو لونج. يعني المضارع تذكرون الهاو لونج تشتغل عندنا وين؟ تشتغل ويا زمن المضارع التام البسيط وتشتغل ويا زمن المضارع التام المستمر. عندك الهاو لونج دير بالك من عندك، خاف الأستاذ بالامتحان يجيب لك جملة يقول لك استخدم بها الهاو لونج. لا، عندك قاعدة الهاو لونج ويا من ويا زمن المضارع التام المستمر، تجيب الهاو لونج تخليها بالبداية، بعدها تجيب الهاف لو الهاز، بعدها تستخدم الفعل الموجود عندك بالسؤال، تكتب البين والفعل تضيف له ING وتكملة الجملة ونهاية الجملة مالتك علامة استفهام. اعطاني جملة هيك بالامتحان قال لي استخدم الهاو لونج. زين، اجيب الهاو لونج اخليها بالبداية، بعدها اجيب الهاف، بعدها اجيب الفاعل، لقيت شنو؟ لقيت الاي، دائما اذا لقيت الاي حولها لمن؟ لليو. لاحظ الاي حولتها لمن؟ حولتها لليو. اكتب البين موجوده عندي زاد الفعل بالاي ان جي لاخر شيء وخلي نهايه الجمله مالتي علامه استفهام. تتذكرون الحذوفات اذا قارين المحاضره السابقه الفورورد سينس والجمله اللي بعدها نطيرهن دائما اذا لقيتهن، يعني هنا تصير عندك علامه الاستفهام. زين، اعطاني جمله قال لي هم استخدم بيها الهاو لونج، زمن الجمله مالتي شنو؟ مضارع تام مستمر، شلون عرفته؟ لقيت هاز بين وفعل بي اي ان جي. جبت الهاو لونج خليتها بالبدايه، بعدها جبت الهاز، بعدها جبت الفاعل، بعدها كتبت هاي كلها لحد الفور، خليت علامة الاستفهام، هاي حذفتها. دائما من تستخدم الهاو لونج المدة الزمنية سألك بيحذفها، يعني
بعد الفورو بعد السنس طيرنا كلهم ذني. زين هاي بالنسبه عندك شنو؟ بالنسبه عندك زمن المضارع التام المستمر كل سهل، مجرد قاعده تحفظها تسيطر على الموضوع كله. ركزوا على التمارين مالته. باو اعطاني تمارين بالامتحان، خاف يجيب لك على نمط التمارين. شو يقول لك هنا؟ يقول لك اكتب الافعال في زمن المضارع التام المستمر. يعني الاستاذ بالامتحان راح يعطيك جمله من ذن الجمل، يقول لك سوي ليها زمن مضارع تام مستمر. يقول لك سوي ليها زمن مضارع تام مستمر. زين اذا قلت لك هاي جمله سوي ليها زمن مضارع تام مستمر، اجي اجاوب هاي الجمله شلون اجاوبها؟ لاحظوا وياي، هاي بالبدايه ما لها علاقه بيها، شغله مو يمها، هاي شغله مو يمها، شغله وين هنا؟ لا اقول شي تاخذ الهاز. لاحظوا وياي، من قلت هاز لاحظت الجمله ايش لقيت بيها؟ لقيت نوت زائد فعل. من تلقي بالامتحان اللي يعطيك اياه الاستاذ نوت زائد فعل، يعني الاستاذ ترى يريده من عندك نفي، يريده من عندك نفي. بس بيا زمن الاستاذ بالامتحان ايش راح يقول لك؟ يقول لك سوي لي اياها مضارع، راح يعطيك بين قوسين هيك، يقول لك سوي لي اياها مضارع تام مستمر، والاستاذ اعطاني بالامتحان نوت زائد فعل، اذا الاستاذ يريده نفي بيا زمن بزمن المضارع التام المستمر. فهمت الفكره؟ ايش راح اقول له؟ اقول له شي هاز نوت بين، اكتب البين من القاعده، بعدها الفعل اضيف لها اي ان جي، هذا الفعل راح اضيف لها اي ان جي. ها فهمت الفكره؟ هسه تقول للاستاذ فهمت، بقيه الجمله اكتبها. اعطاني جمله قال لي هم سوي لي مضارع تام مستمر، شي هاز بين، وهذا الفعل اضيف لها اي ان جي. زين نكمل. اعطاني هم جمله قال لي سوي لي مضارع تام مستمر، وي هاف بين، ونزل الفعل واضيف له ing، واكتب بقية الجملة. نفس الحالة اعطاني جملة لقيت ال I، اقلت I have been looking for، اعطاني هي هنا أنا. قلت he has، هو رادها من عندي حالة نفي، has اقدر اقول له hasn't been، وهذا الفعل اضيف له ing. عرفت الفكره؟ زين هذا بالنسبه لهذا التمرين. بالامتحان راح يجيب لك جمله من عند الاستاذ يقول لك هاي الجمله سوي ليها زمن مضارع تام مستمر. مثل ما عرفت اذا لقيت نوت ويا الفعل يعني اريده من عندك حاله نفي، اذا لقيت الفعل وحده اريد من عندك حاله اثبات. زين قايل لك اكتب الجمل في زمن المضارع التام المستمر مع الفور والسنس. هذا النمط موجود بالسادس اعدادي، يعطيك جمله وهاي الجمله بغير زمن، دي بالك. يقول لك حول لي هاي الجمله باستخدام زمن ثاني، يعني قايل لي بهذا الزمن استخدم زمن المضارع التام المستمر مع الفور والسنس. يعني من اقول لك فور والسنس، تتذكر الفروقات بين الفور والسنس اللي اخذناها سابقا؟ قلت لك اذا لقيت جزء من اجزاء الزمن نختار الفور، ما لقينا نختار السنس، شرحت لك اياها سابقا. زين ركز هنا، هاي الجمله معطيني اياها بيا زمن بزمن المضارع التام مستمر، جميع الجمل بزمن المضارع التام المستمر. قال لي حول لي يعني الى زمن مضارع تام مستمر، كل سهل. لاحظوا لي ايش لقيت انا هنا؟ لقيت الاي، جيب الاي خليها، رجعها كفاعل. الاي ايش تاخذ؟ تاخذ الهاف. زين مضارع تام مستمر لازم اكتب البين، بعدها الفعل مالتي اضيف له اي ان جي. انا ايش لقيت؟ الفعل اصلا باي ان جي، ارجع نفسيته. ها فهمت الفكره؟ بعدها اكتب التكمله الموجوده عندك. زين توصل للنقطه تاخذ الزمن، الزمن تاخذه من هاي الجمله. شلون اخذه؟ لاحظوا وياي، اجي لهاي الجمله تركيزك على ذلك، لقيت حرف جر تركيزك عليه، بعد حرف الجر لقيت جزء من اجزاء الزمن، جزء من اجزاء الزمن. تذكرون الاختيارات بين الفور والسنس؟ اذا قلت لك اذا لقيت ثانيه دقيقه يوم بعد اليوم اسبوع بعد ذن اعطيتك اياهم سابقا، لقينا لا، قل لي استاذ ما لقينا، ايش راح نختار؟ نختار السنس، وتجيب الاسم الموجود بعدها تكتبه تيوزد. ها فهمت الفكره شنو؟ لازم ترجع لمحاضرة الفور والسنس، شنو الاختلاف بيناتهم؟ إذا ما لقيت جزء من أجزاء الزمن، اختار استخدم السنس، واخذ الكلمة الموجودة بعد حرف الجر. هذا حرف الجر، الكلمة اللي بعدها كتبت، هاي انحلت. حولت لجملة من زمن مضارع تام مستمر، من زمن مضارع مستمر إلى زمن مضارع تام مستمر. زين، أعطاني جملة قال لهم حول لي إياها، أجي. الويش تاخذ؟ تاخذ الهاف. ما دام هو مستمر، أكتب البين، والفعل بي آي إن جي، أجيب أبو الآي إن جي خليه. زين لهنا اكتب التكمله الموجوده عندي for pass، بعدها
زين أجل هاي الجملة هذا حرف الجر أباوع بعده أكو جزء من أزاء زمن؟ لا ما لقيت شكتب سنت زين وهاي أجيبها 10 clock حاول اسحل ان انت تتدرب عليهن زين عندك هاي الجملة يو ايش تاخذ؟ تاخذ الهاف اكتب البين بعدها اكتب البين والفعل ماتي اضيف له اي ان جي لقيت بي اي ان جي هو اصلا ارجح نفسها زين بعدها شو اكتب؟ باو ايش لقيت؟ دائما اذا لقيت كلمة طيرها زين ان اوا ان اوا وين ذكرت جزء من اجزاء الزمن اقول فور ان اوا هاي انحلت زين اعطاني جمله قال لها محول لي اياها ذي استاخذ تاخذ الهاف بعد الهاف بين بعدها فعل بي اي ان جي اكتب التكمله اللي عندي زين بعدها خلي فور تكتب تو دايز جزء من اجزاء الزمن اذا تتذكره زين نكمل لقيت ات اكتب ات هاز بين سوري بكتب هذا الفعل ابو الاي ان جي زين بعدها ابغى على الجمله حولت الجملة لازم المطالع تام مستمع طاني جملة قل لي حول لي اياها كل شيء has been وهذا الفعل بي اي ان جي ارجعه بعدها خلي فور وجيب 10 minutes هسه تقول استاذ ليش ما تاخذ المينت وحده؟ ليش اخذت التن وياها؟ ليش تاخذ الارقام يعني بس الاورز؟ ليش ما اخذتها؟ باوع دائما اذا لقيت رقم ويا جزء من اجزاء الزمن اخذه وياه، اخذه ويا الرقم، ما يصير تاخذ الجزء وحده، اذا لقيت رقم اخذه، هسه لاحظ هذا رقم ويا جزء من اجزاء الزمن اخذناه، هذا رقم اخذته، هذا رقم اخذته، لاحظ. دائما اذا لقيت رقم ويا جزء من اجزاء الزمن اخذه، لاحظ، ما لقيت رقم هنا اخذت بس جزء من اجزاء الزمن وحده. فهمت الفكرة؟ طلابنا الأعزاء، هذا كل ما متعلق بالمحاضرة مالتنا، إن شاء الله تكونوا استفادتوا من عندها وحاول هذا التمرين، تمرين بي صفحة 11 وعندك تمرين أي صفحة 11، ذن التمرينين متعلقات بهذا الزمن، حاول ترجع ذن التمرينين أنت تحل وحدك. طلابنا الأعزاء، هذا كل ما متعلق بالمحاضرة مالتنا، إن شاء الله تكونوا استفادتوا من عندها، وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة، في أمان الله.